السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليكم جميعا أينما كنتم وحيثما كنتم في كل مكان وفي كل زمان من أراضي هذه المعمورة. اليوم هو يوم التحدي الكبير، اليوم 22 مايو و29 رمضان سنة 1441، الساعة 12 ظهرا، مدينة برمنغهام، أمام هذا المكان المبارك الذي بدأنا فيه العمل الإنساني منذ أكثر من 36 عام ونحن شباب كأمثالكم. اليوم أن أقف بهذا التحدي معكم وتقفون معي لهذا التحدي من أجل أفريقيا، أفريقيا التي فيها 513 مليون نسمة جائع، يعانون من الجوع، يعانون من الجوع، يعانون من الجوع. أفريقيا التي فيها 419 مليون نسمة دخل الفرد فيهم أقل من 2 دولار يوميا. أفريقيا التي فيها 319 مليون نسمة لا يحصلون على الماء الصالح للشرب. أفريقيا التي فيها 239 مليون نسمة يعانون من نقص حاد في الأغذية وسوء تغذية. أفريقيا التي نسبة الناس الذين يعانون من سوء تغذية 22.8% من سكانها يعانون من سوء تغذية. العالم به أكثر من 821 أو 22 مليون نسمة يعانون من الجوع، يموت منهم كل ثانية شخص، يموت منهم كل 5 ثواني طفل، وكل عام 35 أو 36 مليون نسمة يموتون من الجوع، وكل عام يموت 6 مليون طفل من الجوع. نصف هؤلاء من قارة أفريقيا، لذلك نحن نقف اليوم مع بعض في هذا التحدي من أجل أفريقيا. سير ونمشي من أجل أفريقيا، سننطلق من هذا المكان المبارك ثم نمشي في 4 محطات نقف فيها. الأولى مسجد الأمانة في مدينة برمنغهام، الثانية مسجد جمجول شريف في مدينة برمنغهام، الثالث مسجد الجرين لين في مدينة برمنغهام، والرابع هو مسجد المركز الإسلامي في مدينة برمنغهام. أتمنى أن هذه 4 أميال أقضيها معكم، أتحدث معكم وأتحدث إليكم لكي نقف جميعا 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 لهذا التحدي. يا إخواتي يا أخواتي أيها الشباب، أنا تحدي اليوم ليس فقط من أجل أفريقيا، وليس فقط من أجل المال، وليس فقط من أجل اليوم 4 أميال، ولكني بعد أن قطعت هذه المسافة والتي أخذت منا أقل من 4 ساعات، يعني 3 ساعات و40 دقيقة، وجدنا أن احنا سبنا مسافة 5 ميل وأكثر من 5 ميل إلى أن وصلنا إلى المركز الإسلامي الذي أقف أمامه الآن، إلى أن وصلنا إلى هذا المكان. فالتحدي الآن لكم معي، لكم معي، لكم معي، في أن تقفوا للتحدي، في أن تصنعوا التحدي، فأن تواجهوا التحدي، فأن تتخطوا عقبات التحديات التي تواجهنا في العالم الآن. تحدي الآن أن أكون معكم وتكونوا معنا شباب في الثمانينيات من عمركم، شباب في السبعينيات من عمركم، شباب في الستينيات من عمركم، وأنتم شباب لا تركنوا إلى اليأس ولا تركنوا إلى الإحباط ولا تركنوا إلى كل هذه الأخبار المحبطة والحصار الذي تحاصرنا به كورونا ومن حول كورونا. التحدي الآن أن نقف، أن نؤمن بأنفسنا، أن نقف، أن نرفع همتنا، أن نقف، أن ننقذ مجتمعاتنا، أن نقف، أن ننقذ أنفسنا بأمام الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم من الأيام المباركة، في شهر رمضان المبارك، في هذا اليوم المبارك، في هذه الساعة المباركة. هذا اليوم 29 رمضان، غدا 30 رمضان. أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسجودنا وركوعنا وبكاءنا وقرآننا وصدقاتنا وزكواتنا. التحدي أن نتحدى أنفسنا، التحدي أن نتغلب على أنفسنا، التحدي أن نقود أنفسنا. ونفس ما سواها ألهمها فجرها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. التحدي ليس لساعة أو ساعتين أو ميل أو ميلين أو يوم أو يومين، التحدي هو تحدي بناء الحياة، تحدي صناعة الحياة، تحدي بناء المجتمعات، تحدي حماية المجتمعات، تحدي التصدي من أجل رفع الحق وإعطاء الحقوق لأصحابها. التحدي هو أن نعيش كبشر، خلقنا الله سبحانه وتعالى مستخلفون في الأرض كي نعمرها بالأمن والأمان والسلم والسلام والحرية والعدل وإقامة الحقوق يا أيها الشباب، وأنتم لها، وأنتم لها، وأنتم لها. اليوم التحدي من أجل أفريقيا، غدا التحدي من أجل كل ما نريد أن نصل به لأمن وأمان هذا العالم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنتم لها، وأنتم لها، وأنتم لها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.